السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح أسباب احتراق المصابيح في المنزل وأيضا حلولها. إذا بدون إطالة، إذا أبدأ بالسبب رقم واحد أنا أعتبره أو أرشحه هو السبب يعني الرئيسي في احتراق المصابيح في المنزل. إذا أرشح هذا اللادوي أو حميل المصباح، يعني هي السبب لاحتراق مصابيح في المنزل. علاش؟ انا يعني حسب خبرتي الصغيره اذا لقيت يعني مشكل دائما يكون في هذا الدوي، يكون في هذا الكونتاكت دائما. انا يعني ننصحكم تشريو دائما هذا الدوي او حوامل المصباح اللي عندهم هذا الرسور، لان كما راكم تلاحظوا لهنا كاين رسور صغير. علاش يعني يتحرقوا المصابيح دائما في المنزل كي ما يكونش يعني يكون عنده هذا النبيض او هذا الرسور صغير تحت هذا الكونتاكت؟ لان عند يعني سخونه هذا المصباح، يعني كي تسخن المصباح او كي تسخن هذا حامل المصباح، دائما يديلاتي هذا الكونتاكت يرجع للداخل، ثم بعد ذلك يعني يولي يكون يعني يكون يعني لارك الكتريك في هذا المكان، يعني ثم بعد ذلك يعني هذا يسبب الى احتراق المصابيح الكهربائيه. اذا ننصحكم كما قلت يعني لشراء هذا الليدو يعني بهذا الصنف كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. اذا اتكلم في السبب رقم 2، ارشحه يعني رقم 2 في احتراق المصابيح في المنزل، اللي هو يعني ارتفاع الفولتيه في المنزل. يعني كيفاش نحلوا هذا المشكل يعني ارتفاع الفولتيه في المنزل؟ في بعض الاحيان يكون هذا المشكل، اذا ننصحكم بشراء هذا يعني وقي التوتر الكهربائي كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره. يعني هذا الجهاز تشريوها بثمن رخيص جدا، يعني تحلوا بزاف المشاكل في المنزل، يعني تحميوا الأجهزة الخاصة بكم من ارتفاع الفولتية داخل المنزل. إذا هذا هو الحل كما قلت لكم لسبب رقم 2 لاحتراق المصابيح في المنزل، والأجهزة الأخرى أيضا يعني يتحققوا في بعض الأحيان عندما ترتفع الفولتية. إذا الآن سبب رقم 3 يكون في جودة المصابيح أو القواطع الكهربائية، يعني الأجهزة اللي تستعملها في المنزل، وأيضا هذا يعني يكون أيضا عدو في احتراق المصابيح في المنزل، يعني الدومينو عندما يكون الدومينو تاعكم ماشي. السبب رقم 4 أيضا هذا مهم جدا، يعني عدم الربط الجيد أو ربط الجيد في سواء في هذا المكان كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، يعني مثلا ما ربطناش مليح، سمحوا لي شوف باش يبان. اذا كما راكم تلاحظوا عدم ربط هذه المسامير او هذا البراغي بطريقه جيده، يعني فبالتالي يسببنا ايضا احتراق المصابيح في المنزل. اذا يعني كما قلت لكم الاسلاك المرخوفه او عدم الربط الجيد في الاسلاك، اذا سواء تكون في حامل المصباح او في القطعه او في علبه التفرع او في علبه توزيع المفاتيح الكهربائيه، اذا هذا الشيء ايضا يقدر يسبب لنا احتراق المصابيح في المنزل. إذا أعود برك باختصار، إذا السبب الرئيسي رقم 1 هو عدم اختيار حامل المصباح الجيد، يعني إذا شريت جودة رديئة إذا كما قلت لكم إذا لازم تشريو اللي عنده هذا النبيض. إذا ثم النقطة رقم 2 جودة المصابيح وأيضا حامل المصباح أو القاطعة رديئة. إذا السبب رقم 3 يكون زيادة في الفولتية، إذا طريقة حل هذا المشكل، إذا هذا ايضا يقدر يدمر او يؤدي الى تدمير المصابيح الخاص بكم. اذا قلنا تحلوا المشكل تاعكم بشراء هذا الوقي. اذا عندنا السبب الرابع هو الاسلاك المرخوفه او عدم الشد الجيد للاسلاك في سواء في القواطع وفي علب التفرع وايضا في حامل المصباح. اذا نكتفي بهذا، الى هذا قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. اتمنى انني وفقت في شرحها. لديكم اي سؤال اكتبونا في الكومنتر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.